كم ماتوا، كم شخص، كم إنسان، كم ما بين معاق، ما بين كفيف، ما بين شخص عادي. هذه طبعا هي جريمة بكل ما تعنيه الكلمة، لا يقره شرع ولا تقره قوانين دولية. فمن واجب على الدولة أو الحكومة الآن حاليا عليها أن تعيد النظر في هذه القضايا، لا سيما في قضية القتل، لأنها مسألة لا يمكن لأي شخص أن يتهاون عليها في أي كان وفي أي مكان. أهلا بكم مجددا. نعود إلى الأستاذ محمد. كنت قد سألتك عن جريمة اقتحام مستشفى الصفوة في ذلك اليوم، ما هي الدلالة القانونية أو ربما الجريمة التي يمكن يعاقب عليها القانون، العقوبة التي ربما يفرضها القانون؟ أولا أود أن أشير إلى أن الممارسة الذي تمت في تعز وبعض المحافظات في الجمهورية اليمنية إن دلت على شيء فإنما تدل على العقلية الاستبدادية التي اتصفت بها قوات العائلة والمؤيدين والمناصرين لها والذين تجردوا من كل معاني الإنسانية. والهجوم على المستشفيات واقتحام المستشفيات يعتبر من الجرائم التي تصنف أنها ضمن جرائم الحرب، ومن المتعارف عليه في القانون الدولي أن المستشفيات والبعثات الطبية والتي تحمل إشارات سواء الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر، القانون الدولي جرم مهاجمة المراكز الصحية والمراكز الخاضعة للصليب الأحمر، بمعنى المستشفيات أو الوحدات الصحية أو البعثات الطبية التي معروفة وتحمل إشارات، ويعتبر مهاجمتها ضمن جرائم الحرب حتى وإن كانت هذه المستشفيات تقدم خدمات العسكريين، فما بالك إذا كانت هذه هي مواقع مدنية وتقدم خدماتها لمدنيين. وهؤلاء الشباب الذين كانوا معتصمين في ساحات الحرية والتغيير سواء في تعز أو في صنعاء أو في بقية المحافظات هم شباب عزل لا يحملون السلاح. ما قام به جيش العائلة يتعارض مع القانون الدولي الإنساني، مع القانون الإسلامي الذي أوجب علينا أن نحترم دور العبادة، أماكن المستشفيات، النساء، الأطفال. هؤلاء تجردوا من كل القيم الإنسانية، بل وحتى وصلوا إلى أدنى مما يمكن أن نعتبره أخلاق غاب. نعم، بخصوص الاعتداء على هذه المستشفيات والمراكز التي كانت تقدم الخدمات العلاجية للجرحى المحرقة، هل حصلتم على بعض يعني هل تم توثيق هذا لكي تضمنوا في ملف تقديمه لجهه قضائيه معينه او جهه دوليه؟ بامانه تم رصد بعض الحالات، ولكن لا اخفيكم ان الوضع الامني المتردي والقبضه الحديديه التي مارستها عصابه النظام السابق او صالح واعوانه منعوا اجهزه طواقم الاسعاف، منعوا الصحفيين، منع المراسلين، منع الحقوقيون. يعني المعلومات التي حصلنا عليها تكاد تكون معلومات إما قام بها ناشطين ممن كانوا في الساحات، لأنه تم إحراق جميع السجلات، تم إعداء الكاميرات على السجلات، اقتحام ساحة الحرية في تعز والمحرقة التي حدثت. طبعا هو يأتي في ضمن سلسلة استهداف للملفات الحقوقية التي وثقت. نحن مثلا في هود هجم مقرنا في جولة كنتاكي وتم إحراقه لأنهم كانوا يتصوروا أن الملفات موجودة داخل مقراتنا. يعني احنا ذيك اليوم اللجنة الطبية واللجنة الطبية نعم في تعز اللجنة الطبية يوثقوا وصفوا يوثقوا اللجنة الطبية عن ذكرة أبيه كما أشارت الزميلة العزيزة، يعني لم يكن هناك وثائق أخرى غير الموجودة داخل المستشفى. تبقى شهادات الناس، تبقى الشهادات وهربوا. في أوراق سربات في كذا، ولكن أيضا برضو للإنصاف شبابنا كلنا العمل الحقوقي سواء في اليمن أو في الوطن العربي بشكل عام ما يزال في خطواته الأولى، ونحن نعمل في حقر من الألغام.
يعني المواطنين حتى المواطن انفسهم احيانا عندما تاتي لاخذ شهاده او كذا يقول سجلها لصالح من؟ واعتقد السؤال الذي يواجه كثيرا يعني. استاذ محمد انا كنت زرت ساحه الحريه بعد المحرقه بحوالي اسبوع تقريبا، لكن شاهدت دمار فظيع جدا حتى المستشفى الصفوة، يعني ما توقعت انه ربما يدخلوا مستشفى الصفوة ويرتكبوا هذه الجريمه، يعني كانت جريمه بحق في حق مستشفى الصفوة. اصلا بعد احراق الخيمتين قال لهم حاله الهيجان، وقدام يبدا يقتحموا، وبعدين حصل في كذبه شائعه، العسكري الذي قال ان احنا مصينا الدم حقه بالمصاصه، يعني ايوه لو ذكرتينا بس كان حليب يماني. استغفر الله العظيم. العسكري هو قال بين العسكري هذا كان من ضمن الذي يضرب وكذا، وكان مضطر يضرب وكان يدافع عن الشباب بنفس الوقت. هذا على ما سمعته يتكلم وأنا داخل الصفوة واسمعه بأذني، لأنه يمسكون الشباب يضربونه لأنه لابس مركزي بعض من الشباب، أقوى شباب 11 فبراير مثل القيادات فيها دافعوا عن الولد هذا وأخذونه ودونا المستشفى الصفوة. والله ما كان في بولة شوية قروح طفيفة، واستحلفه بالله انه يجيش يحلف بيمين الله هل تم تعذيبه زي ما روق ام لا، يعني هي بينه هو داخل قبره لوحده. ربما كان كمين، هذا كان كمين فعلا، يعني انتم اخذتم العلاج وهم طبعا بيقولوا اخذنا عيال يضربونا واحنا دافعنا عنه دخلنا الصفوه والله نعالجه. وفجاه تجي وساطه ويقولوا ان احنا اختطفناه وانه مدري ايش، طبعا تم ادخال ثلاثه من الحرس الخاص، الحرس الجمهوري ذا الذي يقول له حتى ما شيش احفظ اسمه، اوكي يدخلوا على انهم انضموا لنا والشباب فرحوا حيابكم. والله العظيم انني بكيت هذيك اللحظه من بكي الشباب وتبويسهم لهم، وانهم فرحين انه في ناس اتراجعوا عن موقفهم، وقد كان في خبر يعني كان في خبر انه بيتم بعد ما بقي الحرق والتقدم الشديد هذاك. الساعه 11 بدينا نحس انه في هجوم، الساعه 11 فرحنا بهم دخلوا كذا من اجل الطقس. وتدروا ليش؟ هل عندنا سلاح ام لا؟ في ناس تكلموا هل الجنود دخلوا بسلاح او بدون؟ دخلوا يقول لك منضمين، يعني بالسلاح طرحوا سلاحهم وكذا على الناس. انا شفتهم بدون سلاح، طرحوا سلاحهم في عيوني ذين الذي بياكلها ندود، انا ومجموعه من بنات الاتحاد العام شباب الثوره سلم والاستاذ محمد مدهش قاسم وعدد من الشباب الكثير شفناهم داخلين ويتحملوهم العيال يبوسوهم، وعبد الله السامعي يندد بالمنصه حسبي الله ونعم الوكيل والله اكبر لا تقتلونا لا كذا نندده. هم دخلوا للتحري عندما تاكدوا انه لا يوجد لدينا اي احد وانه ما فيش عندنا احد، وتم اخراج الحارس العسكري من الباب الاخر. تم هجومنا بشراسه عندما تم قصف المجيدي بذيك القوه. عندما انتهى البث المباشر للجزيره اتى الهيجان الجنوني، اتى الذي لم ياتي به بشر. حتى الاسرائيليون لم يحرقوا غزة كما حرقوا نحن يوم المحرق. نعم دلال، سيبقى لدينا الكثير من التفاصيل نحكيها، لكن أود أن أنتقل بسؤالي للأستاذ محمد. يعني تضمنت المبادرة الخليجية نصا بإعطاء ضمانات لأركان النظام لصالح وأركانه تعفيهم عن المسألة عن مثل هذه القضايا، كيف ممكن التعاطي مع موضوع يعني محرقة جريمة إنسانية؟ كيف ممكن التعاطي مع هذه القضية في ظلمة هذا القانون؟ أريد أن أقول شيئين. الشيء الأول، علينا ألا نتعجل الاقتصاص من المجرمين. وسأضرب مثلا في تشيلي بيونيتشي الرئيس الذي قاد الانقلاب ونفذ مجازر وجرائم ضد الإنسانية، جاءت العدالة بعد 16 سنة. العدالة ستأتي حتما يعني، ولكن الآن في الوضع الراهن يجب أن نفرق بين شيئين، بين صالح والذي حصل على حصانة من الملاحقة الجنائية والسياسية، وأركان نظامه والذين انحصرت الحصانة بما قاموا به من أعمال سياسية. هنا ولعله مدخل هنا أريد أن أعرف
الجريمة اللي حصلت في ساعات الحرية هل هي جريمة سياسية أم جنائية؟ هي جريمة جنائية، هي جريمة جنائية، ولكن أريد أن أقول إضافة إلى النقطة السابقة، لدينا مباشر وهو من نفذ العملية، وهناك مساهمين أصليين وهم من قدموا المعونة للفاعلين، وهؤلاء إما قدموا معونة مباشرة عبر دعمهم بطريقة أو بأخرى، وهناك من قدم نوع آخر من المساهمة وهو بالامتناع عن تقديم المساعدة. حسب الأنباء التي وردتنا هناك من ماتوا متأثرين بجراحهم لأنه لم يتسنى القيام بإسعافهم، هنا قانونيا منعوا ومنع الطواقم الإسعاف من تقديم الخدمة لهم. من ارتكبوا مثل هذه هم مجرمون بعمل سلبي في ظل المبادرة الخليجية. كيف ممكن نتعامل مع هذا؟ وأيضا عفوا قبل أن أتكلم عن المبادرة الخليجية، وهناك من أجرم عبر التحريض عندما تستغل كل إمكانيات الدولة سواء الإعلام المسموع والمرئي والمقروء من أجل التحريض. من حرضهم شركاء في هذه الجرائم التي ارتكبت، هم شركاء بالتعبئة الخاطئة، من تولوا التوجيه المعنوي لأفراد قواتنا المسلحة، والذي أنا أعتز بقوات المسلحة اليمنية ونقول أنه لابد أن يأتي اليوم، وقد أتت بادر الفجر بأن تعود القوات المسلحة اليمنية سواء الأمن المركزي أو قوات الحرس أو النجدة لصالح الشعب اليمني وليس لأفراد. إن الانحراف الذي حدث هو عندما تجير قوات الشعب والقوات التي يصرف عليها من ضرائب هؤلاء الناس لتتحول إلى قوة لقتلهم. أستاذ محمد، فقط لو دخلت في ظل المبادرة الخليجية، كما قلت الجريمة. أنا قبل أن نتحدث عن القصاص، هناك نقطة أرجو وأدعو الجميع من خلال يمن شباب ومن خلال كافة المنابر الإعلامية أن نعمل وبفاعلية من أجل البدء في معالجة وتضميد جراحات الثورة، تعويض أسر ضحايا الذين استشهدوا في هذه الثورة، الإسراع في معالجة الجرحى والترتيبات من أجل أن يظل هذا الملف حي. ولكن لا يجب أن ننتظر أن تتراكم مزيدا من الجراح، مزيدا من الآلام، لابد أن نسعى في جبر الضرر، جبر ضرر هؤلاء الناس، تعويضهم. هناك الخطوة التي بدأ فيها الأخ رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي وباعتبارهم شهداء، ولكن أنا أعتب في أن المبلغ الذي رصد للشهداء والجرحى هو راتب شيء، وهو راتب جندي، هو راتب ضئيل لا يليق بهم، ويجب أن يعطوا حقهم أسوة بما حدث في مصر. في مصر رتب لكل شهيد ودرجة مدير عام، أقصد أنه من أجل أن يجبر الضرر. خلونا نشتغل على محورين، المحور الأول محور الملاحقة القانونية، والمحور الآخر وهو الأهم والفوري أن نبدأ بجبر الضرر. هؤلاء الناس الذين ما زالت جراحهم نازفة، نبدا في جبر الضرر. ما زالوا معتصمين فوق المنصه، ما زالوا معتصمين في المنصه معالجه الجرحى، يعني العلاجي اقصد انه حالاتهم كيف هم وكيف أقصد يعانون. هؤلاء الناس يعانون، تؤيد هذه القوه يعانون، لابد ان نبدا يعني في جراحهم الان قبل المحاكمه او قبل المحاسبه. جبر الضرر، محاسبه ومعاتبه، جبر الضرر قبل ما تدوري تسويه سياسيه. ابدا اقبل لي ضرر الجريح الذي وضرر اسر الشهداء. دلال، اود ان اسال بسبب تأخير العلاج في ناس الآن عدموا أنفسهم. قضية الجرحى، الجرحى سنتناول في قضية أخرى، بس عفوا أخ دلال، أخ دلال هذا الجرح المحرقة. فقط تبقى لدينا قليل من الوقت، يعني أود أن أحصل على أكبر قدر من تغطية مساحة المحرقة. يعني في هناك شيء يعني ربما صدم المشاعر الإنسانية بشكل عام، اللي هو قضية حرق الخيام بمن فيها، وهم طبعا المعوقين او ذوي الاحتياجات الخاصه. كونك كنت حاضره لحظتها، كيف كان وقع هذا؟ احنا كنا طبعا بنشاهد من خلف الشاشات كيف كان وقع على صمود الشباب، وكيف يعني تاثير النفسي في عملكم في نفس الوقت. انا اخر شباب نظرتهم بعيني من طاقه مستشفى الصفوه، من ضمنهم واحد شابة كبير يخلع الشميز ويقول لهم استحلفتكم بالله، الله أكبر، حرية، سلمية، سلمية. هذا آخر صوت سمعته من أصوات الشباب، وبعدها عند إطلاق النار الكثيف والغزير وتحويطنا من جميع الاتجاهات، من الجامعة الأردنية، من المجيدي، من قولة سنان، من مديرية القاهرة، تم اقتحامنا بشكل عشوائي وبشع، وكانوا يبدأوا
لو في خيمه ما عاد في بشر حاد يبدا يتفود وما بداخله ياخذوا ما بداخله الفقه المدرعه ومن ثم يضربوا طيب اخت دلال النار. ولكن المعوقون الذي كانوا بالخلف هناك معوقين وقت الهيجان العظيم لم يستطيعون الخروج منها، وتم احراقهم بضمائر قاسيه، حتى كمان الجرحى الذي كانوا داخل المستشفى بعد اقتحام الصفوه، على اقتحام الظالم، على اقتحام الجبار الذي لم تكن تتخيله، عندما اقتحمونا تم اخراج بعض الجرحى وما زال جرحه ينزف، لم يكن عاد وصل الى غرفه العمليات، ينزل العسكري ويسحبه ويدقه برجله ويقول له تشي تنزل ربك علي. أقلبوا علي عبد الله صالح رب لنا يوم المحرقة، كانوا بحاله لم نعهدها من حاله، كانوا ناس ظالمين قساة قلوب، تم إحراقنا بشراسة وتم ضربنا بشراسة وهيانة كرامتنا. أستاذ محمد، الموضوع نفسه يعني الجرحى والشهداء، عفوا هشام، الجرحى والشهداء سمعت ما قالت الأخت دلال، يعني أين موقعهم في الملف يعني؟ هل استعيدوا يعني هناك شهداء ربما اخذت جثثهم، هناك جرحى اخرجوا من المستشفى ولم يعرفوا لم يستعدوا الان؟ هناك بعثه ارسلت من الامم المتحده وصلت الى تعز في تلك الايام لتقصي الحقائق. هو انا الذي لو ذكرت بس نقطه كمال لابد اولا ان نؤمن انه لن يصنع التحولات والتغير الفعلي الا شبابنا، وفي ضمن ومن اجل أن نصل إلى الأهداف التي سعينا إليها والتي قامت بها الثورة، لابد أولاً أن نقف وقفة الآن، وهو موقف مطلوب من حكومة الوفاق الوطني وحكومة ونصفها وجلهم أو 50% من أتت بهم الثورة، عليهم أن يدركوا أن عليهم مسؤولية مهمة جداً، وكما يحاكم الآن الصحفيون ويحاكم رجال الإعلام الذين كانوا شهوداً على الثورة، يجب أن نبدأ في إعداد ملف قانوني. ونحن في هود شكلنا لجنة تعكف على دراسة ملف الثورة وإعداد الدراسات القانونية الملائمة. طيب من أجل أن نبدأ في مقاضاة ليس لدينا وقت كثير، فقط أريد أن تذكر لي بعض المعلومات والإحصائيات حول عدد الضحايا في ذلك اليوم. أؤكد أن الإحصائيات التي سأقولها هي في ضوء ما رصده فريق هود في محافظة تعز فقط وليست كل الجرحى وليس كل القتلى. نحن نتحدث عن عندما أقول أن لدينا عدد كذا فهم أعداد موثقة وموجودة في سجلاتنا. نعم، بشهادة وفاة لدينا 10 قتلى، شهادة وفاة موجودة، لدينا 120 مصابين بالرصاص جرحى، لدينا ما يزيد عن مئات إصابات باختناقات الغاز، ولكن هذه ليس كل إحصائيات المحرقة، هذا ما رصدناه ما وثقناه. أعرف ما جول بين عليك يا أخت دلال، لكن عفوا لأن الموضوع الوقت لم يعدد لنا كثير من الوقت، بس فقط أود أن أوضح أنه عدد الشهداء. أود أن أوضح كلمة، قد أتت الجرافات إلى بالصباح الباكر وتم جرف جميع الأدلة والحقائق. نحن نتحدث عن محرقة، نحن نتحدث في الأخير عن محرقة، ما يهم هو 10-50 هم بالفعل هم أكثر من ذلك، لكن عفوا هناك فقط يعني قليل من الوقت تبقى لدينا، كيف مارستم عملكم الثوري بعد المحرقة؟ بدون ساحة، فين أو ما هي آلياتكم وأدواتكم؟ اتجهنا بإصرار وعزيمة الشباب والشابات والثائرات وأم الثوار الأستاذة تفاح العنتري ونوريا وابل وغيرها تم رحنا يعني بعد بأسبوع عندما هدينا تم توجيهنا على طول إلى ساحة المعتصم مقابل جامعة الاعتصام، وتم من هناك التصعيد الثوري. وعندما البنات واجهنا العسكر واجهناهم في وادي القاضي وتم طلق الرصاص وهم صامدات لدرجة خافوا العسكر، قالوا ألم تخافن؟ خلاص ما عاد فيش بقلوبكن خوف. بالإصرار القوي بثوريتنا بعزيمتنا بقهرنا على ساحتنا واصلنا واستعدنا ساحتنا. نعم أخت دلال، الحديث عن محرقة ساحة الحرية تتطلب الكثير من الحلقات وليس حلقة واحدة، لكن الوقت هنا ضيق جدا. ولكنها لم تأخذ حقها الإعلام الكامل في التغطية وفي التنديد بها، إلى درجة أن الناس نسوا أن هناك محرقة لأن الإعلاميين لم يعطوها حقها الكامل. شكرا جزيلا لك. في نهاية الحلقة نشكر ضيوفنا المتواجدين هنا، الحقوقي محمد الهناهي
محامي في منظمة هود. كما نشكر الأخت دلال البعداني الناشطة في ساحة الحرية بتعز وكذلك في صنعاء. كما نشكركم أعزائنا المشاهدين على حسن المتابعة، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، شكراً.